السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الجزء الأول، الفيديو يمثل الجزء الأول من التعامل والدخول على نظام البلاك بورد الخاص بجامعة القصيم. زي ما احنا شايفين جامعة القصيم عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وده الارتباط او الموقع الخاص بجامعة القصيم على نظام ادارة التعلم الالكتروني البلاك بورد. طبعا النظام مشهور جدا، وده رمز او الستايل بتاع الجامعة بنفس الالوان بتاعتها. عشان نخش على هذا الموقع لازم نحفظ الرابط ده اهو. هذا هو الرابط الخاص بالدخول الى الصفحة اللي موجود فيها اليوزر نيم والباسورد. طبعا هي الصفحة باللغة الانجليزية، هنعرف ازاي نحول نظام الصفحة الى او الدخول الى اللغة العربية او الصفحة نفسها باللغة العربية بعد عملية الدخول. الدخول متطلب فيه خانتين لازم نحط فيهم بيانات. الخانة الاولى الخاصة باليوزر نيم او اسم المستخدم، الخاصة الخانة الثانية خاصة بالباسورد او كلمة المرور. اليوزر نيم الحقيقة كلمة المرور اولا هي هتبقى الاقامة، يعني كل واحد في حضراتكم هيبقى دي الاقامة بتاعته، رقم الاقامة بتاعه، رقم الهوية الاي دي بتاعه. اما اليوزر نيم حاجة من الاثنين، هنجرب كل واحد فينا هيجرب ان يحط الجزء الاولاني من الايميل قبل علامة الاد، الجزء اليوزر نيم اللي بيستخدمه وهو الدخول على صفحته لتسجيل درجات الطلاب وما شابه هيجرب. لو ما دخلش يبقى هيجرب الرقم الوظيفي بتاعه المكتوب في الكارنيه بتاعه، رقم الملف بتاعه ورقم الوظيفي، يبقى هيجرب الرقم الوظيفي او هيجرب اليوزر نيم اللي بيستخدمه او اسم الدخول المستخدم اللي بيستخدمه في الدخول على الصفحه بتاعه الجامعه لتسجيل درجات الطلاب والتعرف على ايه ما يخصه. يعني بكتابه البيانات هنا وبالضغط على لوج ان هنلاقي ادي الصفحه اللي بنتكلم فيها. بعد الدخول الى هذه الصفحة هنلاقي رمز الجامعة موجود اهو، وده دخلنا كده على الواجهة مش بتاعة الجامعة، واجهة النظام ادارة التعلم. طيب واجهة نظام ادارة التعلم هو الواجهة بتاع الموقع اللي هيستضيف المقررات بتاعتنا والمواد والمحتوى التعليمي اللي احنا هنرفعه على هذا الموقع. محتوى التعليمي بمعنى اذا كان باوربوينت، اذا كان فيديو، اذا كان اختبارات، اذا كان واجبات او الى اخره، كل ده هيبقى بترفع على هذا الموقع وليه خطوات تفصيلية. الصفحة دي لما هنفتحها تبقى الواجهة باللغة الانجليزية، وهنلاحظ حاجتين. الحاجة الاولانية اسم المستخدم بيبقى موجود هنا فوق اهو، اسم المستخدم، وده زر الخروج او الدخول اللي هو اللوج ان واللوج اوت من هذا الموقع. الواجهة كلها باللغة الانجليزية ما عدا حاجتين غير الاسم، يعني طبعا رمز جامعة القصيم ومكتوب باللغة الانجليزية واللغة العربية، ده اللوجو بتاع الجامعة، اللوجو الشعار. وهنلاقي هنا ماي كورسز، كل واحد فينا هيلاقي المقررات بتاعته اللي في الجدول بتاعه هيلاقيها موجودة هنا بالرمز باللغة الانجليزية وباللغة العربية موجودة هنا، دي المقررات اللي خاصة بينا. طيب قسم اللغة الانجليزية او اي اقسام او حد التعامل باللغة الانجليزية اسهل له يبقى هيسيب الواجهة زي ما هي. لو عايزين نغير اللغة نعمل ايه؟ يبقى الفيلم القصير اللي احنا بنشوفه دلوقتي ده كان الغرض منه كيفية الدخول الى هذا الموقع. الخطوة التانية هي كيفية تغيير البيانات الشخصية او اللغة، وده اهم شيء بالنسبة لنا دلوقتي. هتلاقوا حضرتكم في القائمة اللي على اليسار اللي احنا بنشير عليها تحت كلمة tools او ادوات، هنلاقي في كلمة personal information او المعلومات الشخصية او البيانات الشخصية. بالضغط على هذه الجملة هنلاقي ادي البيرسونال انفورميشن او التعليمات او الخصائص كل ما يخص هذه الواجهة. تعديل البيانات الشخصية اللي موجودة وفي تعريف عنها تحت، او تغيير كلمة المرور، او اختيار الالوان والتصميم بتاع الصفحة، دي يمكن حاجة متقدمة شوية نسيبها دلوقتي، او تغيير البيرسونال سيتنجز اللي هو خاص بقى اللي هي السيت لانجوج والكالندر اند هيلب تكست اوبشنز. يبقى هو ده اللي احنا عايزينه اللي هو تغيير لغه الواجهه اللي احنا هنتعامل معاه.
بالضغط على هذا المكان هذه العبارة change اهو. هنلاقي عندنا الاختيار الاول user language pack حزمة اللغة اللي احنا عايزين نتعامل معها. لما نضغط على هذا الزر الصغير بنلاقي الحقيقة ثلاث لغات وفي اختيار اولاني فوق. الاختيار الاول اللي هو السيستم ديفولت او اللي معمول كديفولت او هو ده الاساس بتاع البرنامج هم حاطينه اليونايتد ستيتس انجلش الانجليزي الامريكي. طيب واعطيني ثلاث اختيارات اما الانجليزيه او الفرنسيه او العربيه. فلو ضغطنا على اللغه العربيه هتبقى دي الواجهه بتاعتنا. طيب بالنسبه للتاريخ عشان التواريخ برضو تبقى مهمة جدا، يا اما التاريخ الميلادي او التاريخ الهجري فقط، وممكن بحط التاريخين مع بعض اهو بالشكل ده اللي هو الهجري ام القرى جورجيان والتاريخ الميلادي. طبعا لو بصينا هنلاقي النظام نفسه لغة النظام الاساسية اللي هي طبعا الميلادي، الموقع بلاك بورد نفسه ده الكالندر بتاعه او النتيجة بتاعته، او انه هو بيكون ميلادي ومعاه الهجري بس الميلادي هو الاساسي، او بيكون هجري فقط او ميلادي فقط، وطبعا الاختيار الاخير اللي هو الاختيار الخامس اللي هو الهجري ام القرى جورجيان اللي هو الجزء او التقويم الميلادي. فطبعا ده اللي بنختاره. طبعا في حاجة مهمة جدا بيحدد لي first day of week يعني اليوم الاول من الاسبوع، لان احنا عارفين ان الاجانب ممكن اليوم بتاعهم الاول عندهم السبت والحد اجازة فبتبدأ يوم الاثنين، احنا بالنسبه لنا بنبدا الحد. فلازم احدد هو مكتوب هنا الديفولت بتاع جامعه القصيم هم حاطينه يوم الحد باعتبار ان السبت عندنا بقى اجازه. طيب بعد كده طبعا ممكن لغايه كده خلاص ممكن نعمل سبميت يعني تطبيق، وبعد كده نقدر نعمل عشان تبقى سهله علينا ان احنا نغير باقي هذه البيانات يعني. لكن هو فاضل الحقيقه حاجه واحده فقط بس تحت هنا في نفس الصفحه اللي هي سيلكت بيج انستراكشنز اوبشن. هل المطلوب من الواجهه دي يكون فيها شو اول بيج انستراكشنز اظهار كل التعليمات ولا لا؟ فطبعا احنا بنخليها هي زي ما هي بحيث كل التعليمات تبقى موجوده عندنا عشان تسهل لنا الموضوع. لو انا عايز اطبق اللي انا عملته ده ويتحقق قدامي بقى خلاص فبنضغط سبميت سواء هنا فوق او تحت. لو انا عايز ما ارجع زي ما كنت بدوس كانسل. فلو طبقت الجزء ده هنا ودوست سبميت تطبيق اهو بقت الواجهة بتاعتي وبقت كل حاجة عندي باللغة العربية. لو رحت هنا ضغطت في البداية عندي على المؤسسة اهي بقت الصفحة اللي انا كنت فيها في الاول باللغة الانجليزية بقت كلها باللغة العربية، والاسم اهو موجود هنا ادي اللوجو وادي بقية البيانات زي ما احنا موجودين. واهم حاجة عندنا هتبقى عندنا الادوات دي، الجزء اللي تحت اللي هي المعلومات الشخصية ده اللي احنا كنا رحناه اللي هي personal information اهو ده باللغة العربية هتبقى المعلومات الشخصية. اما في الدورات التدريبية اللي مقصود بيها طبعا مكتوبة دورات تدريبية عفوا وليست مقررات، لان ممكن واحد بيكون بيدرب بيعمل دورات تدريبية هو معمول عشان التعلم، فالتعلم ده ممكن يكون اكاديمي فتبقى دي مقررات، او بتكون دورات تنمية بشرية او ما شابه يعني، ودي المقررات اللي انا بدرسها طبعا دي الصفحة بتاعتي. فدي كان الفيديو الاولاني، وهنبتدي نشوف بعد كده خطوة خطوة ازاي بنتعامل مع كل مقرر من دول وازاي بنرفع محتوى كل مقرر من هذه المقررات. شكرا جزيلا ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله. طبتم بخير وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.